السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبناؤنا طلاب الصف الأول الابتدائي بمدارسنا مدارس أنجال الصفوة الأهلية، ومع درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم. إن شاء الله اليوم بنحفظ سورة الشرح. سورة الشرح زي ما احنا شايفين سورة مكية، زي ما تكلمنا قبل سابق وقلنا إن القرآن الكريم في منه سور مدنية يعني نزلت بالمدينة المنورة، وسور مكية نزلت بمكة المكرمة. هذه السورة عدد آياتها 8 آيات. سورة الشرح الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، يعني هذا الخطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى شرح صدره، ووضعنا عنك وترك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، والذي أنقض ظهرك، وضعنا عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم وزرك وكل ذنوبك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم مرتبط باسم الله سبحانه وتعالى، فعندما نقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتجد اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقترن بلفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، نقول في الأذان، في نطق الشهادتين، كل شيء نذكر الله سبحانه وتعالى نجد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا توكيد من الله سبحانه وتعالى أن داخل العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، يعني في وقت القرب ووقت الشدة تجد اليسر من الله سبحانه وتعالى، وفي داخل المحنة تجد المنحة من الله سبحانه وتعالى. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يعيد الآيات للتأكيد، تكرار إن، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا للتأكيد. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إن احنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا ونتضرع إليه سبحانه وتعالى. هنسمع الآيات تلاوة لأبنائنا الطلاب لكي يقومون بحفظها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طبعا مطلوب من أبنائنا الطلاب تلاوة الآيات أكثر من مرة وحفظها، وتسميع للأب أو الأم، وممكن زي ما بعض الطلاب يرسلوا لنا فيديوهات تسميع الصور، إن شاء الله برضو يرسلوا لنا وربنا يبارك فيهم. هنسمع الآيات مرة أخرى بصوت الشيخ القارئ محمد أيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن شاء الله هذه السورة
حفظ في الأسبوع 13 من دروس المنهج إن شاء الله نحفظها، وزي ما قلنا اللي يقدر يسمعها لنا على التليجرام جزاه الله خيرا، اللي يسمع يحفظها ويسمعها لنا ويرسلها لنا على أي موقع، وإحنا إن شاء الله ننشرها على قناة المدرسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.